السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم يوم المصائب والكوارث، الله يرحمهم وينعمهم. الشباب متاعنا قتلوهم بالاستهلاكات، قتلوهم بالمخدرات، بالحرابش، بكل شيء. الله يهلكهم. كل ما هي مادة سامة تدخل للبدن تسمم المخ وتسمم البدن في نفس الوقت، وما عادش ينجم يتحكم في تصرفاته. هذيك علاش نلقاو كل يوم قتائل بالبالة بالمشطة، وهذيك اللي قاعدين نراو فيه. حتى الأخوات مسلمتش من بعضها يا رسول الله في عملية قتل بشعة جدا، شقيق يقتل شقيقه بإطلاق النار عليه. شاب يطلق النار على شقيقه فيرديه قتيلا على عين المكان. وهذه كل التفاصيل. عمد شاب أصيل منطقة روتيكا من ولاية بنزرت إلى إطلاق النار من بندقية صيد على شقيقه فأرداه قتيلا على عين المكان. هذا وقد قام القاتل بمحاولة الانتحار بإطلاق النار على نفسه، إلا أنه تعرض لجروح بليغة استوجبت نقله إلى أحد المساحات الخاصة، علما أن حالته تعتبر حرجة جدا. ما عادش الشباب متاعنا ولا كبار ولا صغار ينجم يتحكم في اعصابه، ولا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمه ويغفر له.